اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الشوربه بنينه 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 بزاف. ندير انت ديما كتقولي على وصفات ديالك بنان. واحد الشوربه اللي جديده، ماشي بحال الحريره، شي وصفه شوربه جديده. كنحتاجو فيها تشيشه، كناخذو تشيشه بطبيعه الحال، الملح والبزار وضامه البنه ديال الحوت، واحد المقدار ديال 80 غرام ديال القمرون، واحد جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، بصله مشلضه، جوج مطيشات محكوكين، ومعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، وبطبيعه الحال زيت العود هو الرفيق ديالنا ديال هاد الوصفه. كنديروا زيت العود في الكوكوط ولا الطنجره، كنضيفوا عليه البصله اللي عندنا، مطيش جوج مطيشات محكوكين، والعطريه اللي عندنا الملحه والبزار وديك ضامه البنه ديال الحوت. كنحطوا هاد المقادير كامله فوق البوطه باش تشحر مزيان. كنخليوها تشحر مزيان 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 حتى كتهبط ديك المطيشه وديك ديك البصله. كناخذوا التشيشه اللي ديالنا، كنفزقوها بشويه ديال الماء، وكنخليوها على جانب على ما نوجدوا لها لاصوص ديالها. من بعد ما تشحرت لينا مزيان ديك البصله ومطيشه والعطريه، كنضيفوا قزبر ومعدنوس على داك المقادير كاملين، كنشحروهم مزيان، نديهم ونجيبهم مزيان باش يتشحروا. السر ديال هاد لاصوب هو المقادير، خصهم يتشحروا مزيان مزيان باش يطلقوا العصاره ديالهم وتطلق البنه ديالهم مع بعضياتهم. هنا غزالاتي، من بعد ما تشحرت مزيان هذيك المقادير اللي قلنا، كنضيفوا هذيك المطيشه ديال الحك ولا مركز الطماطم، وعاوتاني كنخليهم يتشحروا مزيان مع بعضياتهم حتى كيطلقوا البنه والعصاره ديالهم. وكنضيفوا الكروفيت ديالنا، حتى هو كنخليوه يتشحر مزيان على نار مهيلة. الغزالات هنا عندنا الكروفيت من بعد ما تشحر مزيان مع بعضياتو، كنرويو بالماء المقدار اللي غادي يطيب فيه التشيشه ديالنا، كنرويو مزيان. تقريبا نقدر نقول لكم واحد 800 مليلتر بحال هكاك حتى الاطرو ديال الماء. كنكونوا ديجا صفينا ديك التشيشه ديالنا، كنضيفوها على المقادير كامله، وكنخليوها تطيب واحد تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه وهي كطيب، لان التشيشه كتاخذ بزاف ديال الوقت في الطياب على ما كتجانس مع المقادير، وكتولي واحد القوام اللي زوين بزاف، ما خفيف ما ثقيل. وصدقوني والله العلي العظيم كتجي هاد الشوربه جميله جدا رائعه، كيبغيوها حتى الدراري الصغار. وبقاو معنا نوريكم النتيجه. صديقاتي حبيباتي، هانتوما هكا كتجي التشيشه ديالنا اللي بالكروفات مصوبه،
فتيشه جديده بمقاطع جداد وغوفيزيتي كنقدروا نقدموها مع بريوات بحال هكا. على هذا الشكل البريوات راه ديجا حضرتهم لكم في القناه، نتمنى تعجبكم الوصفه، وان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. شكرا والى اللقاء.